بالحقيقة أنا لاحظت شغلة من وقت ما صرت شوف بورفي قدامي، وهالشي مضايقني كتير. أونير، في شي كتير شاغل بالي وعم فكر فيه. شو هالشي؟ عن جد ما بعرف كيف بدي أشرح لك ياها. يعني الحقيقة ما بعرف ليش حاسة إنه في شي مو معقول وكأنه شي غريب. أوفي أنا ما فهمت عليكي. لحظة بس، ونحن رح نرجع فوراً. لك لوين رايحة؟ ليش ما بتسمعي باقي القصة؟ أونير، أنا بعرف إنه حملي بعدد الأيام متقدم على حمل بورفي. الموضوع إنه ما عم بفهم ليش في فرق كبير كتير بين حجم بطني وبطنه. شكلها أوفي شاكي بحملي. يعني معقول تعرف إنه أنا صرت حامل قبلها؟ شو رح يصير وقتها؟